سابق الثالث في هذه الليلة عبد البر سادس من بنين، ويقرأ برواية حفص عن عاصم. فاقرأ لترقى، فاقرأ لترقى، فاقرأ لترقى، فما في الكون من لغة أجل من عبق الآيات في الكتب. واقرأ على مسمع الدنيا فقد ظمئا لمن سينفث فيه الأرواح طهر نبي، لمن سينفث فيه الأرواح طهر نبي. يا حافظا لكتاب الله أي مدى، يا حافظا لكتاب الله. السؤال الأول: اقرأ من قول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قول الله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الجنة وأقل لكما إن الشيطان ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقل لكما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم لا يفتننكم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون حسبك السؤال الثالث اقرأ من قول الله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون لا جرم أن أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات والأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يسجدون
ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم داخرون. وهم لا يستكبرون. وهم لا يستكبرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. لا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منهم بربهم ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق من منكم بربهم يشركون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. حسبك، ننتقل إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع، اقرأ من قول الله تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن وما من غائبة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين حسبك. السؤال الخامس والأخير اقرأ من قول الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله في الذين خلوا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية حمية الجاهلية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. حسبك، بارك الله فيك.